صباح الخير شيف. بونجور. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. شو محضرنا لليوم؟ كيف المعنويات أول أسبوع؟ أنا معنوياتي روعة، أنت كيف؟ بلشينا روعة، بلشينا بقريدة سيد الجمعة، ايه. نهار التنين. كنا معودين التنين نعمل طبخة. ايه. واليوم لأنه ست رهف إلا زمان ما شفناها، محضرينا سوا بتحب لقريدة. وبلس شغلتين إنه شوب كتير برا. شوب كتير. فخرج قصص هيك فيها فروتس وتكون فريش شوي. واحد يكون تعبان سبت أحد طالع ويك إند متعب، هلا عم نعطي شيء بروتينات وفواكه. نرجع نقلق. ايه خبرنا شيف شو عاملين. بقى اليوم عاملين بيسك دو كروفيت. ايه. يلي هي رح تنعمل من القريدس الفريش. ايه. يعني من روس القريدس رح نسلقهم ونرجع نحط الخضرة معهم، يعني الجزر والبندورة والبصر، ونطحنهم كلهم مع بعضهم. اوكي. اوكي كأنه تقريبا عم نعمل سوب. قريبة على السوب هي. رح نطحن الشريمبس. رح نطحن الشريمب، روس الشريمب. اوكي. رح اسلقهم هلا مع المطيبات. اوكي. اوكي ورح نعمل رز حدهم. ونحن رح ناخذ من روس القريدس، رح ناخذ هيدي النكهة والطعم. طيب. بس نطحنهم كلهم. وبلاس رح نعمل سلاد فريدمير، هي رح تكون متألفة من أناناس ومانجو، ورح نحط الفريدمير. شو جايبين اليوم؟ يعني كوكتيل فريدمير. اوكي يعني فيه كالامار. في كالامار ومول وشريمب. Okay. رح نعملهم صوتي ورح نعملهم مع السلاد والهيدا. شو نستعمل صوصز لهيدا السلاد؟ رح نعمل صوص من المطارد ومن الباينابل ورح تكون كمان كلها يعني فريش، ما في مايونيز ما في شيء. هون بشو رح نسرق الشريمبس هلا؟ هلا الشريمب انا حاطط مطيبات حب الهيل وورق غار وهيك. رح ازيد عليهم هيك محبة جزر. لكن مش هيدا مثل ما عم شوف، حنسرق الشريمبس مع الجزر البصل كأنه؟ اكيد بنحط البصل كمان. وال شو كمان؟ رح احط له هيك زعتر كمان. أوكي. زعتر زعتر طبيعي. حط هيك شوي كم وحدة هيك بيعطي نكهة كتير طيبة، ناخد نكهات وطعمات. هول القريدس انا هلا بستغلي المي، حقوي انا بستغلي المي، رح سقط القريدس فيها تغلي مي، يغلو مزبوط. أوكي. رح شيلهم على جنب، ارجع انا فقيهم، شيل الراس منهم. اوكي شيل القريدس على جنب وارجع احط الراس مع القشر مع الخضره ونطحنها مع القشر كمان. ايه كلها هلا حنشوف شو حيصير. اكيد يعني. اوكي وبعدين هلا شو رح نجرب نستفيد من كل شيء. هلا رح اعمل قليه، سوري بدي اعمل قليه للطابول السلاد اللي هن الفريدومير مع الشريمب المجلد من ماركت باباز، كمان بحب اركز عليهم بنقيهم بالسبينس. لكن شايف انا حقعد حدك حاتعلم هيدا الطبخه على المزبوط. هلا يلا مشاهدين انا رح بلش احط زيت زيتون، انا ناطر هون بس المي تتغلي رح احط القريدس الفريش فيها. هون بالمقلايه الثانيه حطيت زيت زيتون، رح احط الخضار انا هلا، بس خليني قبل افتح الفريدمير، افتح الكيس صفيه وحضره تا نعمله صوتيه بالخضره وزيت زيتون. كشف لكن بس حطينا زيت ما رح نحط معه شيء ثاني. نعم. اوكي. يعني طبختنا سهله شوي. كمان رح اجيب القريدس كمان ماركة بابوز، هول القريدس مجلدين ومطبوخين، هول فريش لانه بدي استفيد من الروز تبعهم مشان هيك اساس طبختنا. أوكي. اوكي رح صفي هلا كمان القريدس. هلا صار عندي الفريدمير حدي انا رح استعملهم. هلا رح اعمل هلا بلش صوتي الخضره. حطيت زيت الزيتون، رح احط البصل، هيدا الجزر. اذا بدك نذكر بالمكونات شو مكوناتنا مشاهدينا، هن رح احط هلا بصل والجزر، ورح احط البندوره، وعندنا رب البندوره كمان. اوكي رح كلهم نطبخهم مع بعضهم. اوكي رح ارجع انا القريدس، قلت بسلقهم هون، ارجع شيل القريدس فضيهم هون فوق الجزر والبصل، وكلهم ينطحنوا مع بعضهم. بس ينطحنوا مع بعضهم رح يطلع عنا مرق، مرق من هيدا اللي بسموه بيسك دو كروفيت، من مرق القريدس رح نعمل صوص، رح نزيد له اكيد رب البندوره والماي، واخر شيء رح نزيد له كريم فريش شوي هيك تعقد مزبوط ويطلع لنا النكهه الطيبه. رح نعمل حدا رز. رح نعمل حدا رز البسمتي كمان. ايه؟ رز يعني عندنا رز وصوص والشريم. اوكي. وعندنا سلاد فريدمير، هول فريدمير هلا هون رح اطبخهم انا مع البصل والجزر. اوكي. تنعطيهم نكهات، برجع البصل والجزر رح استعملهم للبيس. اوكي. وهول رح استعملهم للسلاد. للسلاد، اوكي شيف.
واكيد في عنا المطيبات رح نحطهم، عنا البابريكا، بهارات السمك، كمان في عنا هون الثوم الحب كمان رح نحطهم. يعني شو فينا ننكه رح ننكه. هون اول ما تغلي المي رح بلش سقط القريدس بالملقط. قد ايه بينترك وقت القريدس على ال تقريبا 10 دقائق 10 دقائق بيكونوا انسلقوا. اوكي استنى 10 دقائق نرجع بنشلهم الخيط، بس ينسلقوا بنشلهم الخيط الاسود منهم. هيدا فينا نشوف نفرج المشاهدين اياه يعني الخيط بس نحن هون بكون موجود هون بظهر على الشرم. اوكي بس نقشرها هيك رح يبين الخيط. هيدا لازم ينسلق هيدا الزيت الاسود. هون القلية بس يتقلوا شوي رح نحط القلية سنة بسرعة. عندي الخس زينا فيها رح شيلهم. ايه أنا حاسة أكلة سهلة لليوم. ليه؟ حسيتها الأكلة سهلة وطيبة بنفس الوقت. سهلة وسريعة. نرجع على طول نقول نحن شو المكونات اللي بنشتريها هي بتلعب دور كبير. طريقة الطبخ هلا رح نزل فريدا مال انا هون. اوكي لكن بس حارجع اذكر بشغله انه هيدا الفريدا مال اللي حطيناهم مع البصل والجزر حنشيلهم صح نرجع ايه رح نشيلهم ننقيهم كلهم، رح نشيل الخضره على جنب والشريمب فريدو مير رح نستعملهم للسلطه بنبردهم. هلا رح احط لهم انا السبايسز تبعهم وكل شيء مبرد ونحطهم على جنب. هون بس ينسلقوا الشريمب كمان رح شيلهم فقيهم، اترك الروس والدنب ارجع زيد عليهم الخضره الجزر وهذا، رح كمان زيد عليهم بندوره بثاني مرحله. اوكي نطحنهم تناخذ هذا اللون الاحمر مع الرب البندوره. هي ما بدها كثير وقت، بدها شوية هيك نفس مثل ما بقول. هلا رح زيد البهارات انا على هون على القلية وكمان رح طفيهم بالبيض. هلا البيض اختياري، البيض الابيض فينا ايه فينا لا، بس كمان للي بحب هيدي النكهة بيقدر يستعملها وبلاها اكيد كمان بتطلع الاكلة طيبة. صح هيك تنرضي كل الاذواق. رح بلش احط البهارات انا. هيدا شو عم نحطه؟ هيدي البابريكا، بابريكا المدخنة. هيدي بهارات السمك. يلي بنشتريها ظروفي بنقدر نلاقيها بسبينس مشاهدينه. معنا العقدة الصفراء على طول اللي بتعطيها لون ونكهة. لحد هلا ما في شيء صعب. صح بنترك بس الفريدا مير انه بس ياخذوا لون او بنترك الوقت؟ يعني خلينا نطبخوا شوي صغيره. اوكي يعني هن يكونوا مطبوخين 50% يعني. هيك تيضلوا تروح شوي القرشه منهم. واهم شيء مشاهدينا يعني نحط على طول بس كون عم نسلق شيء المطيبات هي اللي بتلعب دور. يعني اول شيء بكون عم نطهر ونعقم القريدس وعم ناخذ نكهات كمان، بقى ضروري نحط المطيبات، يعني مش انه يلا نسلق بالملح والمي على الطريقه اللبنانيه ويلا مشي الحال، على طول مطيبات. ايه يعني حطينا هون نحن غار وهيل غار حطينا بعد والزعتر وجزر وبصل يعني اناف انه نقضى على كل شيء. صحيح ضروري يعني ايه وكمان نكهه طيبه. ليش على طول مثلا بنقول في طبخه مزنخه او طبخه على طول كلها من البهارات؟ ايه البهارات مطيبات هن اساسي. هون عم نقلب كل فريدو مير مع بعضهم. كان على حد الرز البسمتي كمان السبينس موجود. كمان رح اعمل حد اكلتنا رز بسمتي. انا في عندي رز دجاج موجود عندي مره افتح واحد جديد، رح استعمل نصه انا هنغسل الرز شوي، ما رح نحط شيء معه ابدا لانه نحن عاملين
عملي صوص مع القريدس، رح يطلع لنا صوص كثير طيبة خفيفة ومنا يعني أنا البسمتي غسلته شوي هلا دغري رح أطبخهم. الصوص رح تكون سبايسي ولا لا؟ لا ما رح تكون سبايسي، رح تكون هيك خفيفة لأنه ما بدنا شيء كثير يحمي هلا بالصيفية. وكثير عم ركز على أكلات هيك الخفيفة. اوكي. سو بكره طبخة لوبي بزيت مثلا. هيك بتتاكل باردة وبتتاكل سخنة. صح. كمان خير صيفية يعني. لحقين على الشتوية وعلى اليخانة يعني أكيد. هون مشاهدينا مثل ما شايفين يعني ليك كيف فرزوا يعني طلع لي الصوص المرق من القريدس من هيدا ولونهم اخذنا اللون من البهارات هيدا المطلوب. هون القريدس بلش يتغير لونهم من اول ما يتغير لونهم هيدا اللون البرتقالي يعني بلشوا يستووا. اوكي. بس كمان انا رح ستويهم على الاخر تقدر اقشرهم بسهوله يعني بس اذا ما انسلقوا مزبوط بصير يعذبوك بالتقشير. مشاهدينا خلي ياخذوا وقتهم 10 دقائق بينسلقوا بنشيلهم بنصفيهم بالمصفايه بنرجع بننتبه على الزيح الحبل بيقولوا له الحبل الاسود ببقى نشيله. بنرجع نذكر باللي بالسلاد هلا اكيد الاناناس شوي كوست عالي بس انه كمان واحد في بده يمرق من كل الفواكه وهي الفواكه اللي شو فينا نستبدل الاناناس؟ فينا افوكادو بس الافوكا هلا موسمه كثير يعني ما عم لاقي افوكا مستوي كله فج عم بيكون. اوكي. استعملنا الاناناس، في واحد استعمل الاشياء الموسميه هلا يعني. خلينا نذكر اذا بدك بمكونات هيدا السالاد. رح نعمل صوص المكونات هن رح يكونوا ماشي خس المانجا والاناناس. اوكي. رح نعمل صوص من المطار. اوكي. وراح اضرب رح شيل من الاناناس منه رح نعمل نضربه بالبلندر مع بعضه. وراح احط لهم كم شقف مانجو كمان ناخذ السويت منهم. اوكي. مع المطارد وهيك نعدلها يعني وراح يكون فيها رشه ملح شويه ماء يعني بس ما فيها مايونيز ما فيها زيت ما فيها شيء. اوكي. معقول نزيد لها حامض ولا لا؟ او انه الاناناس فيه شويه حامض مع عصور رح حسب انا وعم دوقها رح شوف اذا رح تحمل شوي ولا شوي حامض ولا حسب لا. الاناناس بس كمان الاناناس فيها شويه حموضه. هو كمان المطارد كمان بيجي فيه هيدا اللدعه. هيدي هي اليوم سلطة تبعولنا هول القريدس هول هلا رح طفيهم بنبيد شوي. اوكي. نرجع بنذكر انه النبيد اختياري في النبيد اختياري صح ولا لا؟ بس بيعطي نكهة طيبة في ناس بتفضله لا. هلا هو حيتبخر و يلا ما بشرب نبيد او ما بحب نبيد ما رح يحس فيهم رح يتبخر و كيف الروايه حتى الله ما شاء الله اللي حلا عندي كثير طيبه لهلا. هول القريدس بلا صاروا ريدي تقريبا هيدي الطبخه صارت ريدي هون رح نبردهم اثنيناتهم بدهم تبريد هلا. ايه انا عندنا في الكريم فريش كمان الكريم فريش للطبخ هيدا حنرجع نزيدها للرز وال صح رح ازيدها على الصوص اخر شيء رح اعقد فيها احطها على وجه هيدا. اوكي. ما كثير رح احط كريم فريش لانه خلينا نستمتع بطعم القريدس. لكن هلا رح ننطر نحن الشريمبس تيستوا مع الفويدومات كمان وانا بالفقره الثانيه بكون انا اشتغلت بنكون كملنا البيت هون اوكي اكيد رح نرجع لعندك شاف نكمل الطبخه. أوكي. لكن هلا مشاهدينا صار وقت نطلع بيك صغير ومن بعده رح نكمل. بالقريدس انا سلقته مع المطيبات وقشرتهم حطيتهم على جنب ورح استعملهم مع البيس دوغرافيت. وهول الفريدومير انا كمان قليناهم مع البصل والبندوره والثوم كمان شلناهم على جنب. هلا هون بالطنجه اذا شايفين حطيت انا الجزر والروس تبع القريدس، الروس تبع القريدس هن رح نطحنهم مع الجزر والبصل، هلا رح زيد البندوره. هول كلهم رح ينطبخوا مع بعضهم هلا، رح اطحنهم انا بالميكسر طحن ناعم برجع بصفيهم. صفيهم تاخذ منهم المرق وهون رح ارجع زد لهم اخر شيء كريم فريش والملح والبهار الاسود تتشد معنا ونعمل لهم رز على جنب. انا هون عم بغلي المي رح انزل الرز هلا. عندنا رز البسمتي رح ننزلهم. رح نسلقهم سلق رح احط لهم ملح بس لانه الصوص رح نعملها مع الريدس هي كافيه
أعطينا النكهات. بس أحرقهم شوية. رح ملح شوية صغيرة. هلا بدي بلش بصوص السلاد. في عندي انا مثل ما شايفين مشاهدين قدامي هون كان عندي حبه الاناناس انا قصيتها، رح شيل قسم منه نستعمله كيوبات للسلاد وقسم احو قدامي رح احطهم مع الصوص. وكمان المانجا كمان قصيتها، المانجا قصيتها كمان، البقايا طوارف تبعولها شلتهم رح استفيد منهم اعمل منهم صوص كمان. رح اقرب الخردل كمان. في عندي هون الاناناس كمان رح اقطعها بالطريقة. إذا رح احط انا الاناناس ومانجا وموتارد وماي وحامض وملح رح اقطعها بالطريقة. رح شيل الضلع القاسي هيدا هون كمان بسكين نوطي قد ما فينا تنستفيد منها كلها. في خضار على جوانب بنقصه. أول شي رح أقرب الأناناس على الميكسر نزلهم كلهم. هجيب المانجو كمان، بقية المانجو والحبة اللي بقيوا الجوانب رح احطهم كمان. ما في شيء بكي من كاب كله نستفيد منه. عندي هون الحامض المعصور تقريبا ملعقتين. عندي الموتار تحدي، الموتار رح يعطيها اللون النكهة. مثل ما قلنا مشاهدينا ما في زيت، ما في مايونيز، صوص فريش وطبيعية. رح نزلها شوية مي. هلا مي بصير زيد على رواق. رشة ملح، رشة بهار أسود. هلا رح غطيها يطلع لنا صوت شوي. مشاهدينا رح ارجع اذكر بالصوص تبع السلطه اللي عم نعملها. حطيت انا اناناس فريش، حطينا كمان مانجو، بقيه من حبه المانجو الطوارف حطيته كمان بقلبه، حطيت خردل، حطيت حامض معصور، حطيت ملح، وهلا اخر شيء رح احط رشه بهار اسود. كمان رح ارجع نعملها ونخلط مع بعض شوي. مشاهدينا ما حطينا زيت، ما حطينا مايونيز، برجع بذكر رح نشوفها كيف متماسكه مع بعضها كانها صوص بهالطريقه. هو بالاجمال بيقولوا المايونيز والزيت خليها تشد الصوص، نحن ما حطينا موتارد، اناناس، مانجا، يعني صوص طبيعيه فريش صيفيه. رح دوق انا كمان تنشوف اذا ملحه منيح. سوبر، بنصح الجميع يجربوه مشاهدينا، يعني الحموضه من الاناناس، المانجو عطيتنا سويت، حطينا ماي والخردل، يعني كثير طيبه، تلبق مع
مع السلطه رح نعملها الفريدا مير مع خس ملون كمان. انا هون الرز بلش يغلي، كمان بدي ملح الرز. نحن عاملين نص كيلو رز تقريبا، هرجع غطيه بغطيه وخفف النار عليه بيستوي على رواق. نحن هون مشاهدينا طبخه، يعني مثل ما شايفين روس القريدس، هول الروس. انا اشرت القريدس بس لنقلكم شو قصه الطبخه. القريدس سلقتهم مع المطيبات وقشرتهم انا وحطيتهم على جنب ترجع استعملهم بس اعمل صوص. صوص المرق تبعوه لهون رح استفيد منه، الروس رح يفرزوا لنا كثير قصص طيبه، رح اطحنها انا كلهم مع الجزر والبندوره والبصل والثوم، برجع بصفيهم بالمصفايه برجع بعقدهم مع الكريم فريش. هلا مشاهدينا وانا الصوص جهزت رح هيك ركب السلاد شوي، نعطيكم فكره كيف السلاد رح نعملها. حطها على جنب هون حدة، اجيب خشبة انا. هلا الصوص رح شيلها احطها بالبراد تتسقع لاخر فترة وتكون جاهزة. ناخد ذوقكم بس كون الصبايا عم يدوقوا. فعندي خس ملون، كمان رح وزع خس ملون هون. هيدي حبة الاناناس انا اللي قطشتها من الاناناسية، شلتها وحطيتها هون، حطيتها بالنص رح نزين فيها. هول الخس رح وزعهم. عندي هيدي حبة المانجا هون حطها بالطريقة. باراليل عليها دغري حط وحدة تانية. مثل ما شايفين أنا مقطعهم كيوبات يعني بينشالوا دغري بينشغل فيهم. نجيب حبة الأناناس نقصها سلايسز. فكل ضيف عندكم مشاهدينا بشيل سلايس على قده، أكيد أنا بغسلها ومعقمها. بتقطع هذه الطريقة، كل حدا في قطعها بطريقة على ذوقه. وعندنا هول فريدا مير انا رح وزعهم عليها. هول قريدس ثمار البحر، يعني قريدس كلامار المول كل هالمجموعه. هلا اخر فقره مشاهدينا رح فرجيكم كيف طبختنا رح ننهيها. هول فريدا مير وزعهم حط حبه الاناناس انا نص الجاط، يعني هي سلاد الاناناس بفريدا مير. طيبينو كل المكونات معنا، الصوص تبعولها صار جاهزه مشاهدينا. هلا بعد ما خلصنا السلاد رح روح بريك صغير ونرجع لكم. وصلنا لاخر فقره من مورنينج توك، ومثل العاده ما بقى في داعي اذكركم انه بنختم حلقتنا مع الشيف فادي وهلا رهف معنا اكيد، وبنفرجيكم شو صار بالطبخه. دائما على وقت الغداء بنجي على مطبخ مورنينج توك، بيكون الشيف كمان عم بخلص الوصفه. شو وصفتنا لليوم شيف؟ اليوم هي كانت بيسك دو كروفيت. اوكي، يعني نحن هون مثل ما شفنا اول فقره انا ومايا سلقنا القريدس، اوكي حطينا مطيبات معهم، جات انا بردتهم قشرتهم حطيتهم على جنب. اوكي اوكي، اللي صار جانا قلينا بصل وثوم وبندوره اوكي بقلب الكاسرول وطحنتهم. اوكي وحطيت، صار عندنا صوص هلا، وحطيت القشر والروس تبعو القريده هي الاساس لتاخذ النكهه، ناخذ نكهه منهم. اوكي مثل ما شايفين هون هول الجزر وال صفيناهم، يعني هلا صفيهم. اوكي طلعنا نحن المرق تحت، سو حطينا جزر وبصل وبندوره وبندوره. اوكي
وروس القريدس. وروس القريدس اوكي مزبوط. طحنناهم مزبوط بالميكسر، صفيتهم انا هون. هلا بدي اعقدهم، بدي احط لهم شويه كريم فريش بعد وملح وبهار. سو هيدا اخر مرحله بوصفتنا. صح عملنا سايد رايس هون، حتى عملنا بسمتي رايس سلقناهم سلق بس ما عملنا شيء ثاني. وراح نحط هلا شوي الكريم فريش تنعقدها ونعطيها ندسمها شوي، ما راح نكتر كثير. هون الكريم بخليها تسمك شوي، بخليها تسمك شوي بتعطيها دسامة شوي كمان. اوكي يعني وانا شايفه انه في هون باين ابل جوس. هيدي الصوص للفري دو مير تبع السلطه اللي عملناها. اوكي نحن ما حطينا ولا زيت ولا مايونيز ولا شيء، حطينا خردل، حطينا المانجو اللي بيبقى شوي هيك على الطرف، المانجو بيبقى شوي مستويين حطيناه هون، حطينا فريش اناناس وحطينا حامض وملح وبهار، ضربناهم على الميكسر. حلوه الفكره للدريسنج عجبتنا. سوبر سوبر هيلثي وفريش هيك، ما فيها ما فيها هلا رح ما فيها زيت قلت لي. هلا ولا زيت ولا مايونيز. لا لا سهل هي بس عباره عن مسترد اناناس ومانجو. صح؟ وانا بس بدي شفت شغله انه انت ما كترت الكريم فريش. لا ما كترنا كريم فريش بس هيك تتعقد شوي لانه ما فيها شيء نشويات كثير، تتعقد ونعطيها هيك نكهه شوي نقوي لها نكهه شوي. اوكي نحن حنحضر السلاد سلاد بهالوقت على جنب مع الاكله. السلاد هيدا السلاد هيدا هي اوكي. المكونات اللي هون حطينا نحن الخس، هلا نحن الخس بس بدنا نسكبه هونيك، فينا نشيل الخس شوي، نحط نحط الفري دو مير على الخس، فينا ناخذ سلايس مانجو سلايس اناناس بنحط، يعني هيدا جات الاساسي ونحن بنشيل بنركب الكومبينيشن. شو زدنا مع الشريمبس هون؟ انا شايفه حاطين الفري دو مير، حاطين الكالاماري الصغير، الكالامار البيبي الشريمب الصغار. هي هيك بيجي مثل كيس فيه كل هيدا الفروت سوا، سو صفيهم الشيف وعملهم. من باباز من سبينس كمان. كيس فيه كل شيء يعني، صفيناه وعملناه صوتين 100%. سو نحن شو عملنا بالاول؟ شلنا الفري دو مير حطيناهم مع صح تحت. بدي اقول لك شوف اذا مايا حفظت الوصفه. بصل مايا بتقعد هون، جزر شوي زيت صح صح، حطيت عليهم بهارات، حطينا بهار السمك وملح وبهار اسود صح، قليناهم كلهم مع بعضهم. بعدين يا رهف شلنا الفري دو مير وتركنا الخضره لهيدا الاكله. انا من اليوم ورايح اعتمد عليك خلص، الريسيبي الجاي عليك. ليكي مايا كثير دقيقه بالتفاصيل، بتعرف يعني ما بعرف اذا بالتطبيق انا شكلي فور ذا فيوتشر حكون طباخه شاطره. لا جد انه مهم واحد اذا بيحفظ، مش اي طباخه كمان، اذا الواحد بيحفظ يعني بصير عنده اللي هو التفاصيل اكيد بصير هينا اكيد. وهذا الهدف كمان من فقره كيتشن معكم مشاهدينا، انه تبقوا عم تكتسبوا كمان هيك معلومات جديده، واوقات شيف بنمرق تيبس يعني ان كان معك او مع شيف حنا مزبوط، غير الوصفه نفسها بنمرق لهم كيف مثلا يجلدوا القصص او شو النكهات اللي بتتضارب مع بعض. مين شو بيلبق مع كمان الشغله الثانيه انه الرز ما عملنا له شيف لانه في اوريدي عندنا صوص فحطيناه بالمي بس مع ملح بس. اوكي سلقناه مي وملح أوكي. شوي شو بدنا نذكرهم بعد؟ بلكي بالشريمبس كيف سلقناهم وشو حطيناهم؟ الشريمبس حطيناه على طول طنجره، حطينا المطيبات بس يغلوا المطيبات مع بعضهم، سقطنا الشريمبس. نذكر شو هن المطيبات؟ حطينا ورق غار، حب الهيل، زهره القرنفل، حطينا ملح بهار وجزر والبصل. اوكي واعي على كل شيء. بنشيل اذا ممكن يكون فيهم يعني بيقولوا شلنا الزفره وعقمناهم واخذنا النكهه منهم. اخذنا النكهه لاستعملناها بال يعني ما يعني اذا بتشمي ما في ريحه اكيد يعني ما في بتشمي ريحه القريدس مضبوط على طول بالسمك، بس تشمي ريحه مش كثير هيك ظريفه يعني منهم فريش يعني منهم مصويين مضبوط منهم محضرين صح. اكيد هون بدنا نرجع نذكر انه يتاكدوا دائما الناس من المصدر تبع الاغراض اللي بجيبوها تكون فريش والطريقه الطريقه كيف يعني ضروري المطيبات والبهارات من الاساس تتروح هيدا الطعمه تروح هول الطعمات والنكهات صح مضبوط. لك شو بدنا نحضر بعد شيف؟ نحن هلا بنبلش سكب نحن يلا رح اول شيء نسكب الرز. هون بيكون جاهز عندنا الصوص ولا بدنا نكسبه اكثر بعد؟ هلا انا يعني خليه يغلي شوي، خليه يغلي شوي. اوكي اوكي وبلش هو يشد. رح اسكب ما أنا... حطينا كورن فلاور صح؟ نو اوكي اذا كثير مستعجلين نحن فينا نحط لنا كورن فلاور شوي بتسمع بس كورن فلاور هو يعني بتخيل يعني نشا بشد ايه بشد لك الطعمه المضبوطه كمان اول شيء بياثر على الطعمه وبعدين النشا بشد يعني بصير بقلب المعده ما حتاخذ كثير وقت نحط كريم فريش وننطرها شوي ننطرها لتغلي شوي ما هي كل ما تخسر ميتها كل ما تشد صح كل ما تشد يعني البخار اللي عم يطلع هو مي مضبوط 100%
انا كمان رح جيب الزعتر، حط زعتر على وجه. اليوم وصفه هيك كمان صيفيه مايا، كثير خرج الشوب هيدا الوصفه مع انها سخنه، بس جيفن هيدا السالد مع الفروتس والشريمبس وهيك. مانا مزعجين، مانا حاميين، مش حاطين شيء. ما دخل لحر؟ ايه لا، ما انا سالته رهب بالبدايه، قال لي انه ما راح يحط لحر كرمال الشوب. كرمال قصه الشوب، فيري جود، اوكي. كمان هاي القصة الواحد بيقدر يتحكم فيها. اصلا السمك بقول السمك حامي شوي، بحط له بهارات قاسية. مظبوط. نخرب الدنيا. مظبوط. عم تحط زعتر دغري على الرز شيف؟ صح. اوكي. شيف مظبوطة خبرية هيدا السي فود والديري برودكتس انه مشتقات الحليب اذا انت خلطتهم مع السمك بيعملوا لك بويزنينج. ليكي كل 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 جسم له شيء، ما هيك؟ ما بحسها كثير مظبوطة. ليكي نحن صغار كانوا يقولوا لنا انه اذا اكلته شيء سمك لبن او لبنة. ليكي مثلا كل الفتت اكلته سمك اوعى تاكله لبن. فتت القريدس هلا مثلا. مظبوط، دليل على انه ايه بس ما بعرف قديش صعب. كل جسم واحد يمكن كل حدا عنده رياكشن معين حسب كيف بيتعود، بس هو بالمبدا الفكرة اللي عم نحكي فيها بانه في اكلات او نكهات بتتضارب مع بعض موجودة المطبخ. صح. أكيد. إيه. وأوقات بتاخدي بعد إكسبيرينس إذا عم تدوقي شيء لأنه حاطين له بيبقوا شيء متضارب مع نكهته الأساسية، سو أنت بتاخدي بعد إكسبيرينس منه. أوقات هيك في ناس سنسيتيف، يعني معدتها سنسيتيف، أو في ناس ما بتتأثر بهذا الموضوع. مزبوط. حسب بعتقد. ديبيندز أكيد. أنا سايرة شايف كل ما آكل شيء مايا بجيب هالبلاك بيبر الخشن الفريش وبطحن، لو كنت عم باكل لبنه، لو كنت عم باكل. انا مفكرتك ما بتحب الحار. نو البلاك بيبر مش حار. بس انه فيه حار. الحار بس مش الحار التشيلي. البلاك بيبر بيعطيك طعمة البلاك بيبر اللي هي كثير طيبة، يعني انا عن جد صايرة عم حطه على كل شيء باكله. حتى نحطه على الرز. وبحبه يكون فريش، يعني ما بحبه بودرة. ايه عن جد بيطيب كل شيء وطلع فيري هيلثي. ايه تمام، انا بحب الحار ما عندي مشكله. طلع فيري هيلثي كمان البلاك بيبر، انك تطحنيه على كل شيء بيساعد انه تمتص جسمك يمتص المعادن والفيتامينات بشكل اسرع. كمان فينا نحن اذا البهارات مشتريين حب ونحن بنطحن ناخذ نتيجه احسن ونعرف شو شاريين. لو انت تشتري بهارات بالسوق مطحونة خالصة ما بتعرفي شو. من هيك انا ما بحب الجريندر. صح. يعني الجريندر اللي بتطحن لك الحبة دغري فريش بتعطي ريحتها بتكون غير، نكهة الأكل بتكون غير. وقصة إنه بتمتص المعادن والفيتامينات تبع الأكل شغلة عن جد عظيمة. أنا برأيي يعني إنه أنت عم تعملي ستيب بسيط at the end of your plate عم تاخذي الفيتامينات والنيوتريشن تبع البليت من ورا البلاك بيبر. أنا ما كنت بعرف من... أنا هلا عم بعرف تأكدت من ببلش بس خف من ميراي رزق قرباني كمان. تأكدت إيه أكيد. أنا فقرة جود فود كمان مرتبطة مباشرة بالأكل وكيف يكون مديسن لإلكم. هلا وصلنا على آخر مرحلة اللي هي تيستينج. هلا عم بلش مايا تظبطني. انا بدي شيء باقي يعني. اعطيني اعطيني رهف. هيدا بدنا ناخذه لهونيك كمان. انا هلا ناطر بس اوكي انت رح تكفي ليسمك اكثر معك الصوص. 100%. خلينا نجيب التليفون كمان لنصور. انا بلش احط الشريمب بكعب الكاسات. هلا شو عم تحضر؟ هلا بعد في الصوص، يعني بلشت تعقد هلا. اوكي انا عم وزع شريمب. هيدي شو رح نسكب فيها؟ رح احط الصوص عليها. اوكي وفوقها لا في حد الرز. حد الرز. اوكي اوكي يعني عندنا الشريمب وال اوكي الصوص. ناخذ الشريمب والصوص مع الرايس 100%. شوف اذا حركتهم بيعملوا اسرع. بلا ما لعب بلا بلا. اوكي احسن ما يكون عم يشتغل على الفاضي. ريحه الزعتر شو طيبه. الزعتر بيعطي. اوكي حاسبقكم لكن انا على التيستينج وصور يلا انا ناطره شوي هالصوص مع الشيف بيكون خلص الصحن. شو انا شفت صارت منيحه. يلا يلا إيه. يلا شيف رح بلش نسكب. اوكي نجيب اللوش. يلا لكن انا جيت لعندك كمان رهف. يا اهلا وسهلا، حنتكل عليكي بالريسيبي الجاي. انا شايفه دائما كلهم بحفظه كلهم بحفظه. الطبخ هيك فن. هلا شو انا خايفين ارجع انساهم بعد الحلقه. هلا كل ما تكوني بتحبي شيء ما بتنسيه. ايه يعني اذا الوصفه بتحبيها او انت استطيبتيها بتحس دغري بتتذكريها، بتعرفي شو بدك ما بتنسيها ابدا. هلا رح نصور ال يلا تيخلص بنكي تيخلص هون. نرجع بنذكر انه كانت وصفتنا بريسك دو كريفيت، عملنا شريمبس سلقناه هون وعملنا حدا سايد رايس بسمتي، وهلا عم نحضر الصوص اللي هو عباره عن جزر وبصل
والمطيبات مع مرقه ال انا رح اجرب زيحة شوي لهيدا لحتى تبين حسيتها مغطت لي وجهي لا اوكي هيك اوكي بس هلا نحن تقريبا عملنا هيك ريكاب عن كل ال عن كل الانجريدينتس يلي استعملناهم بس في حال ما سمعتوا الانجريدينتس او ما شفتوهم ما تبعتوا حلقتنا من الاول اكيد فيكم تعرفوا كل شيء عبر صفحه الانستغرام تبعوا للـ BCI وكمان على الويب سايت طبعا مزبوط وعلى صفحه شيف فادي كمان عم بنزل الريسيبيز عنده موجودين جيب الملاعق انه هيك بنكون وصلنا معكم ل اخر مرحله نعرف بدايه هيك اسبوع جديده عليكم ان شاء الله تكونوا عم تقضوها بطريقه حلوه وعم تهربوا من الشوبات هالكم يوم مايا كانوا كثير شوب وقالوا يعني. انه بدها تخلص الموجه بركي الثلاثه بركي بكره شوي تخف درجات الحراره ايه تقريبا انا شفت شوي انه وصلت الحراره ل ما بعرف قد ايه بالضبط ايه هي ليك غير الحراره بتحسي انت وبرا في عبوق رطوبه عاليه عن جد فعلى امل انه يخفوا هالشوبات لنقدر نستمتع بموسم البحر الحلو هيك بنكون وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا وتمنينا لكم هيك بدايه اسبوع حلوه 100% وان شاء الله كمان مثل ما قلتي يكونوا استفادوا من كل فقراتنا ومن كل مواضيعنا وما تنسوا انه اكيد تحضرونا بكره بنفس الوقت من الساعه 8 للساعه 2 مع زملائنا ثانك يو شيف هادي وانا بلاقيكم بكره انا وجورج باي باي